السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله، بالصحه والسلامه يا ربي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اليوم كي كتشوفوا غادي ندير معكم الطريقه ديال تجميد البروكولي. يعني البروكولي فيه فوائد صحيه لا تعد ولا تحصى، وحتى السيقان ديالو فهما فيه فوائد كثيره. غادي نديرو معكم باش انسان مثلا حيت كيكون كيخسر فريجيدار، كتحطو فريجيدار كدوز يومين ثلاثه كيبان لك كيبدا يكحل. هادي ماشي كحله، هادي غير صفرا. حتى علاش كيعطي التليفون كتعطي هذا اللون هذا؟ المهم كما قلت لكم باش ما يضيع لكمش، ان شاء الله غادي ندير معكم الطريقه ديال حفظ البروكولي في المجمد. اتبعوا معايا الطريقه ان شاء الله. دابا كي شفتو قطعتو كامل هكا طريفات صغار باش يبقى صاين، يعني على حسب الاستعمالات ديالو كل واحد فاش يبغي يديرو. كاين اللي كيديرو في شلاضه، كاين اللي كيديرو صوبا، كاين اللي كل واحد كيفاش مع البيض، كل واحد والطريقه ديالته كيفاش كيديرو. ودابا ان شاء الله غادي ندير له الخل، نديرو في البانيو ندير له الخل وانتم معايا. ها هو ها هو زعما ها هو كي كتشوفوا البروكولي درته في بانيو، درت فيه جوج معالق ديال الخل. الخل كيقتل البكتيريا وداكشي اللي كيكون فيه لداخل، وحتى الا كان تراب ولا شي حاجه باش يتغسل كامل يتنقى هنايا في الماء. واحد 5 دقائق هكداك وغادي نرفدو نصفيه ونديرو في الماء يطيب ان شاء الله. تبعوا معايا. كتشوفهم بعد ما غلى الماء مزيان درت فيه الملحه. دابا ان شاء الله غنولي نحط البروكولي الضبابه ديال الطاجين ونكمل ان شاء الله، وغادي نرجع معكم. من غادي نديرو يغلى هنايا غادي نحسب ليه 5 دقائق من يبدا يغلي، من حط البروكولي كامل ويبدا يغلي 5 دقائق صافي ونطفيه ونهز البروكولي. ها هو كي كتشوفوا بعد ما سلقتو وصفيتو ودرتو هنا حتى ينشف مزيان ان شاء الله، وغنديرو في الساشيات ها هو ان شاء الله. هي كي كتشوفوا دابا بعد ما نشف البروكولي مزيان درتو قسمتو في الساشيات على حسب الطياب، وغنديرو في الفريغو ان شاء الله. نتمنى يعجبكم الفيديو ديالي، والى الملتقى ان شاء الله في فيديو جديد ونهار جديد ان شاء الله.